السلام عليكم أعزائي الطلبة، لحقنا آخر نقطة من السلسلة رقم 2 اللي هي حساب النهاية تاع AX زائد BX على 2 الكل أس 1 على X. هذه كي نحسبو لاليميت تاعها نلقاوها 1 أس لانفيني. 1 أس لانفيني هذه حالة عدم تعيين، راني يعني كاتب فورم انديترميني. انتوما كنتو شفتو ديجا في الباك بلي كاين ربع حالات عدم تعيين، هذه ما كانتش ما بيناتهم، هذه راكم هذه ضيفوها، هذيك لي هذوك الحالات ربعة، دوكا عندنا خمسة هذه من بينهم. اذا واش درت انا جينيرالمون كل ما تشوفوا الاكس في الاس دائما دخلوا الاكس بول انا باش يحبط، باسكو الاكس في الاس ما يخلينيش نخدم، ما نقدر نشتق، ما نقدر ندير تيال، الشغل يجي صعيبه. سوف سي بالك او اكس، او اكس بين تيال تاعها صح، بار اكزومبل داله اس اكس جي صعيبه ديال تاعها. الوغ انا واش درت، دخلت الاكس بول الان من بين خلاص الان الان بي اس اكس، دونك الاكس هذا كيهبط، هنا عندي واحد على اكس كما راكم تشوفوا، راني كاتب اون سيركو ا اس اكس ايتيغال او اكس الان ا، وهذا كاين درس ديجا في الباك تاع اسمي والعدد نسيت اكزاكتومون، راح لي تيتر. المهم برك لازم ا يكون سيليكتومون بوزيتيف دو زيرو، باسكو ان المعمر معرفه باغنو من صفر مفتوح الى زائد ما نهايه وما عندوش عندي ان ا اكس زائد بي اكس على 2. هذه واش كتبتها باش دوك تكمل، دوك نكمل تشوف ايتيغال ان ان دومي، جبت هذه ان دومي جبتها او اكس ان ا، هايك هذه اللي هضرت عليها هنايا او اكس ان ا بلس او اكس ان بي، هذه راح نكتب دوكا ديال تاعهم وفوازيناج دو 1 على الارض 0 ديال وفوازيناج دو عندي او، هذا هو او، او هو اكس ان ا، ان ا غير عدد ا باسكو كونستون ثابت. وين حقت لحقت لنا ايتيغال على ان دومي 1 بلس اكس ان ا بلس 1 بلس اكس ان بي، كيما راكم تشوفوا ديال تاع هادي هاوليك، ديال تاع هادي هاوليك الارض 1 و فازيونس دو 0 بلس ان بتي طو دو اكس وما عندوش شنو نوزعو الان دومي هادي، نوزعو تخرج لنا هادي بلس هادي زوج تقسيم 2 تخرج لي 1، وهادي ان ا بلس ان بي على 2 هايليك فوا اكس بلس ام تي طو دو اكس. وسميت هادوك هادي ان 1 زائد او اللي هي هادي كاع هايليك او. هادي انا راح ندير ديال اوفازيونس دو زيرو على الاوردر 1 جينيرالمون، كيما كنت قلت لكم ديجا النهايه توجور باش نحسب لو ديال نديروه اوفازيونس دو 1 دو لتمبرك، شغل ما نروحوش لبعيد. دوكا هادي انا درتها لوردر 1 لوردر 1 لور او، ان 1 بلس او تيغال او، شوفوا في لاليس دي ديال باش تاكلو. بون دوني الورقة، دونك ان او و او اللي هي ان ا بلس ان بي على 2 فوا اكس، هذه هي او، هذه هي كامل هاي هنا بلس ان بتي طو دو اكس سي بون. هذه كامل واش تساوي اكس ان راسين دو ا بي، هاي اكس هاي ليك، هذه كامل تساوي ان راسين دو ا بي بلس ان بتي طو دو اكس. هذه استعملت خواص الان، لي ما فهمش كيفاش جات منا لهنا راني كاتب منا كيفاش درت لي ديطاي منا ان ا بلس ان بي سير دو مع هاد الواحد على 2 هذيك وزعتها وما استعملت خواص الان خرجت لي هاديك منا يتبان لكم، اذا ما تبانش بيا نعاود نصورها كامل الورقه ونبعثها لكم. Enfin, f de x est égal e 1 sur x qui me fait un défaut a, fois ou je le x n n racine de ab plus un petit taux de x. Et tout ça oui, هذه ما هذه x مع x تروح تريح ln racine de ab plus un petit taux de x. Donc ln مع x peut تروح تريح racine de ab plus un petit taux de x. Donc la limite de f(x) quand x tend vers 0 est égale à la racine de ab ou هو المطلوب. هذه هي النهايه، نكونوا كملنا من
لو ديفلوبمون ليميتي. ان شاء الله يكون امور واضحه. كما دائما نفكر اذا كان اي سؤال ابعثوا لي ماشي مشكل. بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.